السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى صالح محمد، أخصائي مركز التطوير التكنولوجي، رئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجي. هنفتح مع بعض دلوقتي تطبيق الباوربوينت باعتباره واحد من الموديولات أو التراكات الثلاثة المقررة للاختيار بينها لطلبة مسابقة سيرتي بورد. بفتح التطبيق من ستارت، ولو كنت فاتح التطبيق قبل كده أو اشتغلت عليه قبل كده فبيبقى ظاهر في الليستة مباشرة اسم التطبيق قدامي، ممكن افتحه من هنا مباشرة. طب لو انا ما استخدمتوش قبل كده ومش ظاهر في الليستة يبقى بروح لأول ابس، فانا فتحت ستارت، والليستة طبعا ميت اب كده، فانا عايز باور بوينت يعني حرف البي، فبنزل تحت شوية كده لغاية ما اوصل للابليكيشنز اللي بتبدأ بحرف البي واختار الباور بوينت من بينها. ظهر التطبيق قدامي. الواجهة اللي ظهرت قدامي دلوقتي حاجة اسمها باك ستيج فيو، الوضع اللي ظهر فيه الابلكيشن بمجرد فتحه لاول مره وضع اسمه باك ستيج فيو. الباك ستيج فيو هو وضع بيظهر لي قائمه فايل، الواجهه الرئيسيه بتاعت قائمه فايل مغطيه كامل مساحه سطح الشاشه، يعني انا مش شايف اي حاجه ورا الشاشه دي، شاشه فايل مفتوحه بالكامل ومغطيه المساحه بتاعت الشاشه بالكليه يعني. هو بيخيرني هنا، بيقول انت لسه في هوم، يعني هوم اللي هي بدايه الواجهه بتاعت البرنامج، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل بلانك برزنتيشن، تفتح ملف باوربوينت فاضي، فاضي من المحتوى وفاضي من الديزاين. كلمة بلانك هنا مقصود بيه نو كونتنت نو ديزاين، لا في محتوى ولا في تصميم، انت اللي هتعمل الاثنين بايدك. ولا عايز تفتح قالب من قوالب التصميم الجاهزه تشتغل انت تحط الكونتنت بتاعتك مثلا زي واحد من دول كده، او ممكن انت عايز قالب جواه ديزاين وجواه كونتنت كمان محتوى جاهز عشان انت تاخد الفكره اللي فيه وتطوعها لموضوعك اللي انت عايز تقدمه للجمهور. باعتبار ان برنامج الباوربوينت بيتقدم بيه فكره او ترويج لموضوع او شرح الدرس وهكذا. فلو انا عايز اعمل برزنتيشن فاضي بالكامل يبقى بختار بلانك برزنتيشن وابدا اشتغل. لو عايز استخدم قالب تصميم بختار قالب من القوالب اللي قدامي كده، ده كده اهو، وطبعا ده بيتطلب وجود الانترنت، واقول له كريت بيفتح لي القالب ده وابدا اشتغل عليه. لو انا مثلا عايز قوالب فيها كونتنت جاهزه يبقى ممكن ساعتها اقول له مور ثيمز، مش عايز ديزاين، انا عايز ايه كمان؟ عايز ديزاين وكونتنت. فهو عنده يعني قوالب جاهزه بمحتويات يعني متقسمه كاتيجوريز او فئات. مثلا لو انا عايز اعمل برزنتيشن بيتكلم عن التعليم وما عنديش افكار جاهزه في ذهني دلوقتي فاختار education themes، هيبدا يفتح لي الثيمز المتاحه واختار من بينها الثيم اللي انا شايفه مناسب. انا بالنسبه لي دلوقتي باب العلم في الشيء يعني الافضل اني اعمل قالب فاضي خالص، انا اللي هصممه بايدي واكتب الكونتنت واعمل الديزاين، يبقى هختار بلانك برزنتيشن. برنامج الباوربوينت زي ما اتفقنا هو برنامج الغرض منه انك تعرض قدام الاودينس الجمهور والمستمعين بتوعك فكره، يعني مثلا بتعرض ليهم مقترح ما، تخطيط لموضوع ما، تبسيط لفكره عايز توصلها للناس، مثلا انجازات شركه او مؤسسه، بحيث يكون العرض ده اللي هيتقدم قدام الناس مبسط جدا في جمل بسيطه مش كتير، يعني ما تزيدش عن مثلا 7 جمل في الشاشه الواحده او في السلايدز الواحده، مصحوب بمؤثرات حركيه يعني والوان جذابه عشان تجذب الجمهور بتاعك. الوحده بتاعه برنامج الباوربوينت او ما افتحه كده اللبنه بتاعته هي السلايد. السلايد دي كده زي الصفحه بالنسبه للباوربوينت، بالنسبه للوورد سلايد هي الوحده بتاعتي، انا بشتغل جوه الباوربوينت من خلال سلايدز، شاشات متتاليه او شرايح متتاليه. فافتراضيا اول ما اخترت بلانك برزنتيشن عمل لي هو سلايد افتراضي كده بيتكون من تايتل وسب تايتل، باعتبار ان الطبيعي ان اللي بيقدم موضوع لازم يحط الاول عنوانه، وبعد ما يقول العنوان الرئيسي يقول تفصيله فرعيه هو اللي هيسقط فيها يعني. بيبدا يشتغل جوه، يعني مثلا هضرب مثال اقول هنا مثلا سيرتي بورد تشامبيون شيب، الموضوع اللي عايز اتكلم فيه ده العنوان الرئيسي. طب العنوان كده واسع قوي، انا عايز اتكلم عن المسابقه كلها يعني ولا هقول ايه بالظبط فيها؟ لا هقول والله مثلا ابروتش وين مثلا، انا عايز تقريبا يوصلني اني اكسب. طبعا لو كتبت في حاجه
حاجه خطا يعني، فهو بيقول لي هنا طلعت التصحيح بتاعتي. فكده انا يعني فهمت اودينس او الناس اللي هيتفرجوا على البرزنتيشن بتاعي ويسمعوني، اني ناوي اتكلم على المسابقه بتاعت سيرتي بورد 2021، وايه اللي هتكلموا فيها؟ طريقه الوصول للنجاح. يعني مش هشرح، هتكلم على ازاي تنجح مثلا. دي كده الشاشه الافتتاحيه او السلايد الافتتاحيه اللي فيها تايتل وسب تايتل. الطبيعي ان بعد كده تظهر سلايد ثانيه، يعني هظهر المحتوى بتاع البرزنتيشن بتاعي عبر السلايدز، من خلال سلايدز متتاليه يعني. فعايز اعمل كمان سلايد، هبدا اشتغل بقى على التبويبات اللي موجوده في الابلكيشن. هبدا بالتبويب هوم، وهروح للجروب او مجموعه الاوامر اللي اسمها سلايدز، واختار منها نيو سلايد. يفضل اني اختار نيو سلايد من الجزء اللي فيه راس السهم مش الجزء العلوي. اختار من راس السهم ده كده نيو سلايد. هقول انا عندي 9 لاي اوتس، 9 اشكال او 9 تخطيطات، 9 هياكل مسموح بيها للسلايدز اللي ممكن تختار. الهيكل الاولاني او اللاي اوت، التخطيط الاولاني يعني، اسمه تايتل سلايد، اللي هو اللي ظهر قدامي دلوقتي فعليا، اللي البرنامج عمله في اول شريحه افتراضيه. في حاجه اسمها تايتل اند كونتنت، اللي هي بتحط فيها عنوان، بتحط فيها الاجنده بتاعتك او النوتس اللي عايز تقولها للناس، او تحط فيها صوره زي ما انت عايز. وفي مثلا تايتل اونلي، عنوان بس من غير عنوان فرعي. في كومباريزون، لو انت عايز تعمل عنوان تحط مقارنه بين عنصرين. في حاجه اسمها تو كونتنت، تحط عنوان وهنا مثلا صوره وهنا في الجنب الثاني مثلا نص وهكذا. وفي انك تعمل شريحه فاضيه خالص بلانك، وانت اللي بتشتغل فيها من قائمه انسيرت، تحط عناصر يدوي. تمام. الافتراضي ان الشريحه رقم 2 تكون تايتل اند كونتنت. بعد ما حطيت عنوان عرفت الناس انا هقول ايه. تاني شريحه الطبيعي انك تقول للناس الاجنده بتاعتك، النقط اللي ناوي تتكلم فيها. طيب هروح قايل هنا مثلا، نقول مثلا بلان مثلا، نكمل شويه ان شورت تايم. هي المسابقه على كده فعلا، زاد اعلى سكور في اقل وقت. فانا كده هتكلم على الاجنده بتاعتي، اجندتي بتتكلم على الطريقه دي. انا مش بشرح الباوربوينت، انا بتكلم على ازاي اتعلم او اعلم الطلبه بتوعي يجيبوا اعلى درجه في اقل وقت. طب اجندتك بقى ايه النقاط اللي انت هتتكلم عليها؟ هقول والله هقول والله اول حاجه مثلا انترفيس الاكزام، يعني لازم اعرف واجهه الامتحان عشان ما افاجئش باني محتار ومش عارف اتعامل معاها ازاي. لازم اتعلم الواجهه وازاي مثلا اعمل سكيب او تخطي لسؤال، ازاي ارجع للسؤال ده بعد كده من السمري، ازاي ممكن اعمل ريست لسؤال اعيده من الاول من غير ما اخد الدرجات وهكذا. يبقى الاول هتعلم الانترفيس. النقطه الثانيه مثلا نقول بيزك انفورميشن، لازم ان مثلا ايه ان تراك، عايز اتعلم الاساسيات في التراك اللي داخل امتحانه، لازم اتعلم المهارات الاساسيه. طب العنصر الثالث اللي يخليني انجح واجيب اعلى درجه في اقل وقت ايه كمان؟ طب والله هقول مثلا فاست ريدنج، ممكن ازود بس كلمه كده فاست ريدنج اكيوريتي. انا مش عايز بس فاست ريدنج، انا عايز فاست ريدنج. فاست ريدنج دي تبقى بشكل سريع، دقه وسرعه في نفس الوقت. تمام. هي دي الثلاث اليات اللي انا بتكلم عليهم عشان احقق اعلى سكور في اقل وقت. انا بقول للطلبه هتنجح ازاي؟ هقول له والله من خلال 3 عناصر. لازم تتعرف على واجهه الاختبار، ده لازم اوريك صور كده لواجهه الاختبار، الزراير بتبقى ايه، وازاي تتخطي سؤال مثلا صعب، ازاي تروح للسؤال اللي بعده وهكذا. بعد كده مثلا عايز اتكلم على
انك لازم تعرف المعلومات الاساسيه اللي في التراك. يعني ايه؟ يعني مثلا الاوامر المطلوبه منك، النقاط اللي لازم تعرف تجاوبها، التبويبات وهكذا. النقطه الثالثه ازاي تقرا بسرعه السؤال وتجاوبه بشكل سريع. ده كده مثلا الشريحه رقم 2. طبيعي اجي بعد كده اعمل الشريحه رقم 3، ابدا اخد كل نقطه من النقاط دي واعملها عنوان واحكي فيها التفاصيل اللي انا عايز اقولها. ده اختصار الامر. يعني كده لما هت فكره الباور بوينت بيستخدم فيه. طيب عايز اشتغل بقى على طول دلوقتي. نفترض ان عايز اعمل الشريحه رقم 3 دي، مش عايز اعملها من نيو سلايد واكتب انا فيها دي. امال عايز اعمل ايه؟ لا والله انا كان عندي ملف باور بوينت، اسف ملف وورد، جواه شرح بيقول مثلا عن الفاست ريدنج. والله عندي ملف باور بوينت بيتكلم على البيزك انفورميشن، على الانترفيس اوف اكزام، في ملف وورد جاهز فيه الكلام ده. فبدل ما اكتب بايدي او افتح الملف ده واخد منه كوبي وليست هنا في الباور، لا هقف هنا كده المكان اللي عايز ادرك فيه شريحه جديده، ومن هوم هقول له انا عايز اعمل نيو سلايد، بس النيو سلايد ديت مش انا اللي هعمل التخطيط بتاعها واكتب جواه، لكن هجيب محتواها من ملف نصي. يبقى انا ناوي اعمل نيو سلايد فروم اوت لاين. كلمه اوت لاين كلمه عامه على الملفات النصيه، بمعنى انه هياخد ملف نصي ما هتحدده له، ياخد الباراجرافات اللي فيه ويعملها تايتلز لشرايح جديده عندك، يكون فيها محتوى مثلا يكمل الشرح اللي انت عايزه. كلمه اوت لاين تشمل الملفات النصيه اللي امتدادها تي اكس تي اللي بتتفتح ببرنامج النوت باد، والملفات اللي بتتفتح بالوورد اللي هي دوك ودوك اكس وار تي اف. فطبعا انا هقول له انا هنا هكمل شغلي من اوت لاين، مش هكتب انا، في عندي ملف وورد جاهز في ملخص مثلا، والله الملف ده موجود على الديسك توب مثلا، او لو مش على الديسك توب موجود على الدوكيمنت. احدد طبعا من الجنب الجهه اليسرى دي كده المكان واللوكيشن بتاع الفايل، انا عارف مكان الفايل بتاعي فين، فهو على الديسك توب. اكلك الديسك توب، الفايل مثلا هاخد منه المحتوى ده اسمه باوربوينت 2019 بوينت، ده في نص اهو. ولازم اخلي بالي من ملحوظه يعني مهمه جدا، ان لازم يكون الدايلوج بوكس بتاع الانسيرت اوت لاين متظبط على حاجه اسمها اول اوت لاينز، عشان يبقى ظاهر فيه الانواع التي اكس تي او الار تي اف او الدوك اكس، مش مثلا معمول على وضع مثلا تي اكس تي، ساعتها مش هشوف غير الملفات التي اكس تي بس، ملفات الوورد مش هتظهر قدامي. او مثلا يكون معمول على وضع انه يقرا ملفات الوورد بس دوك اكس، ساعتها هشوف الوورد مش هشوف التي اكس تي. لا، الامل يكون على وضع اسمه اول اوت لاينز، كل انواع الملفات النصيه. هقول له اه والله الملف اللي انا عايز اخد منه محتوى احطه جوه البرزنتيشن اسمه باور بوينت 2019 بوينتس، ده ملف وورد. تمام، حددناه وقلنا له انسرت. استنى شويه كده هيبدا ياخد المحتوى بتاعه، هلاحظ ان البرزنتيشن ده كان فيه التو سلايدز بقى فيه 67 سلايد. جاب منين السلايدز دي كلها؟ زود منين ال 65 سلايدز الزياده؟ جابهم من ملف الوورد. انا كده وفرت وقت كبير جدا، انا جبت ملف وورد جاهز في ملخص بيشرح مثلا الباور بوينت او النقاط في الباور بوينت، خدت النقاط دي كلها كل نقطه منها تحولت لي تايتل لشريحه، وانا تحت التايتل ده اشرح او مثلا النقطه اللي عايز اقولها للطلبه ازاي يدرك شريحه، فراح كاتب تحتها شرح مبسط. النقطه الثانيه كان بيتكلم على ازاي اجيب ملف شريحه من ملف وورد وهكذا. فانا كده بسرعه استوردت من ملف وورد باراجرافات وحطيتها جوه البرزنتيشن بشكل سلايد، كل باراجراف اتحول لتايتل في السلايدز بتاعتي. وانا بعد كده زي ما اتفقنا ابدا ازود بقى واحط فيها التنقيح بتاعي والاضافه اللي انا عايزها. ده كده ادراك شريحه من اوت لاين. طيب الحاجه الثالثه اللي بعد كده، افترض مثلا اني عايز انزل تحت خالص عشان ازود بعد ال 67 شريحه دول حاجه ثانيه. انا على فكره كده انا عملت البيزك انفورميشن هم دول. طب الفاست ريدنج دي عايز انهي البرزنتيشن واعلم الطالب الفاست ريدنج اكيوريتي، فلازم انزل لنهايه البرزنتيشن خالص. انزل ازاي؟ ينفع اقف على اي شريحه كده وادوس من لوحه المفاتيح على مفتاح كنترول واند في نفس الوقت. المفتاحين كنترول مع اند بيودوك لنهايه العناصر اللي انت محددها، يعني انت كنت واقف على الشريحه رقم 2 فكنترول اند هتوديك لاخر شريحه 67. فكده انا عملت نافيجيت بشكل سريع جدا ورحت لاخر البرزنتيشن. ده ممكن يكون اسرع من الناس حب السكرول بار مثلا يعني. طيب عايز بعد ال 67 شريحه دول هكلك هنا بعدهم يعني، وعايز ادرج شريحه جديده اتكلم فيها على الفاست ريدنج، يبقى من هوم نيو سلايد، بس مش هكتب بايدي، انا برضو عندي حاجه جاهزه بتشرح الفاست ريدنج فممكن اخد منها.
بس المره دي الحاجه الجاهزه دي كده اللي هستورد منها يعني ما هياش ملف نصي مش اوت لاين، لكنها ملف باوربوينت تاني. يعني انا معايا برزنتيشن بيشرح الفاست ريدر، جبته من الانترنت مثلا، خلاص مفيش داعي اضيع وقتي واكتب انا، ومفيش داعي اني افتح الملف الجاهز ده واقعد اخد منه كوبي وافتح الفايل بتاعنا ده واقول بيست، لا انا عايز طريقه اسرع. يبقى الطريقه دي اني هقول نيو سلايد، هقول له ريوز سلايدز، قم باعاده استخدام سلايدز. منين بقى؟ فروم اذر باوربوينت، ملف باوربوينت تاني هيدي الملف اللي انا فاتحه ده شرايح. مجرد ما اخترت الامر ده كده ظهر لي هنا بين او اطار، يعني بيبقى فاتح لي اخر ملفات باوربوينت هو شايفها، بيقول لي يمكن الملف اللي عايز تاخد منه واحد من دول، فلو هو واحد منهم فعلا ده مثلا خلاص حدده واشتغل، لو مش ده ظاهر قدامك الملف اللي انت المفروض تاخد منه يعني هتقول له براوز. براوز يعني استعرض لي الجهاز، انا هقول لك الملف فين، هقول له اه والله الملف اللي انا عايز اخد منه موجود على الديسك توب اسمه او سكيمينج اند سكاننج، هو ملف بي بي تي اكس، ملف باوربوينت. احدده واقول له تشوز كونتنت، هاخد منه المحتوى. الملف ده بيتكون من عدد من الشرايح اهي، عدد ده كله كده جواه 10 شرايح، اكتر شويه هو جواه 12 شريحه. طيب انا عايز هنا كده بعد الشريحه 67 اخد من الملف بتاع الباوربوينت ده انه شرايح، واخدها ازاي؟ اخدها بتنسيقها الاصلي ولا بالتنسيق اللي جوه الفايل؟ يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه هفكر فيها انا بعد ما اخترت النيو سلايد فروم من خلال ريوز يعني ملف باوربوينت تاني وحددت الفايل، هو بيسالني الفايل اهو قدامك اللي هتاخد منه شرايح، عايز تاخد كل الشرايح ولا شرايح معينه؟ وعايز تاخد الشرايح بتنسيقها ولا تاخد تنسيق الملف الاصلي اللي انت رايح له ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ الاول يعني مثلا لو وقفت على شريحه من شرائح الفايل ده كده، رحت الديزاين واخترت ان يبقى فيه ثيم خلفيه كده موحده، يعني مثلا اسمها فيست مثلا، اتطبقت على الفايل كله، يبقى كده في ديزاين اهو مسمع في كل شرائح الفايل. هاجي هنا كده بعد ما قلت بقى ريوز، هاخد بقى من الملف الثاني واضيف للملف بتاعي. طب اخد ازاي؟ هل يوز سورس فورماتنج، يعني استخدم التنسيق الاصلي، بمعنى ايه؟ ان الفايل الاصلي فيه تنسيق في ثيم، لكن ده فيه تنسيق تاني، فلما اقول له سورس فورماتنج يبقى الملف ده هياخد منه شرائح يحطها هنا وتفضل بتنسيقها الحقيقي، ما تتاثرش بالتنسيق اللي رايح له، ده يوز سورس فورماتنج. طب لو شلت التكه دي كده ايه اللي هيحصل؟ الشرائح اللي هاخدها من الفايل تاني تروح لفايلي الاصلي هتتاثر بالتنسيق بتاعه، مش هتاخد بقى تنسيقها هي الاصل السورس بتاعها، لا هتاخد التنسيق بتاعة الفايل اللي بيستوردها، يعني لو شلت علامه الصح النقطه دي كان لازم اقولها. طيب هاخد ايه بقى بعد كده من شرائح الفايل ده؟ والله لو عايز شريحه معينه الشريحه رقم واحد مثلا، فهي قدامي دلوقتي اكلك على كلمه سيرت سلايد، فراحت اهي قدامي فعلا، ولو عملت تصغير للصوره هلاقي فعلا خدت الخلفيه اهي بتاعت الفايل اللي راحت له، عشان شلت علامه الصح سورس فورماتنج. هلغيها واعمل النقطه دي تاني. لو افترضنا بقى ان لا عايزها تحتفظ بتنسيقها هي ما تتاثرش بالتنسيق اللي هنا، يبقى لازم احط صح على يوز سورس فورماتنج او اسيبها موجوده. في الحاله دي انا عايز اضرب الشريحه الاولى برضو هنا بعد 67 اقول انسرت سلايد. طب يا ترى خد التنسيق الفايل اللي راحت له؟ اسحب كده الاقيها لا، تنسيقها زي ما هو من غير خلفيه، ما خدتش شكل الفايل اللي رايح له يعني. ديليت. طيب يبقى انا عرفت حكايه التنسيق اللي هستخدمه، هل هحتفظ بالتنسيق الاصلي ولا هخليه يتاثر بالتنسيق اللي رايح له حسب ما انا عايز من خلال التكه دي. النقطه اللي بعد كده عايز ادرك شريحه معينه، ادوس على الاكسبت سلايد بتاعها، افترضنا عايز الشريحه رقم ثلاثه، خلاص راح لها اختارها من هنا. تمام؟ طيب لو عايز كل الشرايح ادرك كل شرايح البرزنتيشن ده جوه الفايل بتاعي، يبقى ساعتها من بداية البان بين كده في أمر اسمه insert all، خد بقى ال 12 شريحة كلهم ضيفهم للفايل بتاعي، يبقى الفايل بدل ما هو كان 69 لا زاد 12 بقى 79 سلايد. أنا كده خلصت البرزنتيشن أو تلتينه بشكل سريع جدا، يعني العناصر بتاعة الفايل اللي هي الكونتنتس خدتها من ملف أوتلاين ملف وورد، وآلية العمل اللي هي سكاننج وسكيمنج فاست ريدنج يعني والأكيوريتي دي خدتها من ملف باوربوينت تاني. ارجع لبدايه البرزنتيشن بان ادوس كنترول هوم
لوحه المفاتيح عكس كنترول ان. كده انا تقريبا بنيت جزء كبير من الشغل بتاعي، عملت العنوان بتاعي وحطيت الاجنده وخدت اول عنصر ثاني عنصر وثالث عنصر خدتهم من ملفات جاهزه، خدت البيزك انفورميشن من ملف اوت لاين ملف وورد، خدت الفاست ريدنج من ملف باوربوينت ثاني، هيبقى فاضل لي بس الانترفيس اوف سام، هو ده اللي ايه محتاج اضيفه هنا كده بعد في المكان ده. ابدا والله ادخل على موقع سيرت بورد واشوف شكل الامتحان واضيفه عندي هنا واشرحه للطلبه بتوعي. زي ما اتفقنا عايز ادرج بعد كده شرايح اتكلم فيها على الانترفيس اوف اكزام، هدرجها هنا كده بعد الشريحه الثانيه، هقف هنا كده هدرج شريحه جديده سلايد وهختارها تايتل اند كونتنت، لاني ناوي احط جوه الشريحه دي العنوان السابق اللي هو انترفيس اوف اكزام ده، هعمل كوبي كنترول سي الكيبورد كده بسرعه واجي هنا اهو كتايتل كنترول في، وفرت وقت كده. طب الكونتنت بتاعتي بقى اللي هشرح فيها الانترفيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن احتمال من 9 احتمالات معروضه قدامي. الاحتمال الاولاني اني احطها على صوره بولتس، بولتس يعني نقاط اذكرها على شكل النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه. الاحتمال اللي بعد كده احنا قلنا 9 احتمالات، ده الاحتمال الاول. الثمان احتمالات الباقيه احتمالات رسوميه، اللي هو بيقول لك الكونتنت يا اما يبقى بولتس اللي هي عباره عن نقاط كده متتاليه قدامها علامه زي علامات الترقيم التنقيط يعني بتاعت الفقرات، او انها تكون شكل رسومي من الاشكال او عنصر من العناصر الثمانيه اللي هي جدول تيبل او تشارت وخط البياني، او سمارت ارت اللي هو برده عباره عن قائمه نقطيه بس رسوميه، او العنصر الجديد اللي اسمه 3 دي موديل اللي هي صور بتتجاب من الانترنت بتكون صور ثلاثيه الابعاد، او لو عندك على الجهاز يعني ده عنصر جديد يعني، او ايكونز يعني نوع من انواع برضو الصور عاليه الجوده تستخدم كرموز يعني سيمبلز كده هيتقال في عينها برضو ده عنصر جديد، او نحط فيديو او احط صوره من الانترنت ادخل على موقع مايكروسوفت او على محرك البحث بينج واعمل سيرش على صوره، او استخدم صور موجوده عندي على الجهاز. انا هستخدم صور عندي على الجهاز جايبها فعلا بتوضح الانترفيس بتاعت الاكزام، بس عندي حاجه انا عندي كام صوره، عندي مثلا 5 6 صور، فهكرر نفس الشريحه دي في 6 مرات واحط في كل نسخه من المرات الستة دول صوره من الصور تمثل واجهه بتاعت البرنامج. هقف على الشريحه دي بتاعت الانترفيس خدتها اهو، وانا لسه في هوم بتاعت جروب سلايد هقول له اعمل لي منها شريحه جديده، يبقى اعمل لي شريحه جديده مبنيه على شريحه رقم 3 دي. ازاي؟ هقول له عايزها دوبليكيت منها، دوبليكيت سيلكت سلايد، اعمل لي نسخه منها، فكرر لي النسخه زي ما هي كده. طبعا ممكن بدل ما احدد وافتح نيو سلايد واقول له دوبليكيت، لا ممكن اسهل من كده احددها من لوحه المفاتيح اضغط على مفتاح كنترول دي كده عملت نسخه، كنترول دي تاني عملت نسخه تانيه. بفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر اني اقف على اول نسخه اللي هي الاصل بتاعهم اسف، واقول له انا هحط جواكي بعد التايتل ده بيكتشر فروم ديفايس، صوره عندي على الجهاز. انا عندي فعلا اهو الانترفيس بتاع الامتحان بيتكون من 6 صور. فاول صوره مثلا هي الصوره ديت. اقول له ادي اول صوره. كاني بقول له ادي اول جزء اهو، واجي بعد كده على النسخه الثانيه بتاعت الانترفيس واقول له كمل بقى حط لي انت كمان الصوره اللي هتظهر بعد كده. اللي هي مثلا نقول الصوره ديت. واجي على النسخه الثالثه واقول له والله هتاخد صوره برضه بيكتشر فروم ديفايس تاخد ديت. انسيرت. هنا مثلا احط كمان صوره. يعني بقول خطوات اهو. وبعد كده هقول له كمان العنصر يعني محتاج كمان صوره هنا. ايوه. نقول مثلا خلاص الطالب خلص فهتطلع له الشاشه دي. محتاج كمان شريحه. ممكن نعمل تبريكات تاني من دي. وندرك فيها صوره بتاعه النجاح بقى كونجراتيوليشنز انت خلصت مثلا. فانا عملت كده من الشرائح رقم 3 إلى 8، هي يعني بتتكلم على حاجه واحده بس الانترفيس اوف اكزام اوف اكزام. تمام، يبقى احنا دلوقتي فعلا انشانا البرزنتيشن بتاعنا بطريقه سريعه جدا، واستخدمنا لغايه دلوقتي مجموعه الادوات اللي في هوم في جروب سلايدز وجروب كليب بورد، انا عملت كوبي وبيست يعني. طيب
في جزء تاني طبعا الامر ريوز ريوز سلايدز متكرر، يعني كان ممكن اجيبه من هنا من نيو سلايد ريوز سلايدز او اجيبه من هنا مباشره. المنطق طبعا بيقول عشان احنا عايزين نجاوب بسرعه لو طلبوا يبقى الاسهل لما يبقى قدامي من هنا. طيب الثلاث ادوات اللي قدامي كده بسرعه اللي موجودين في الجروب اللي اسمه سلايدز اللي هم لاي اوت وريسيت وسكشن. هبدا بسكشن الاول. البرزنتيشن بتاعي زي ما اتفقنا ده عنوانه في الشريحه الاولى كلام عن المسابقه ازاي نكسب يعني او نوصل للربح يعني. الشريحه الثانيه كانت الاجنده بتاعتي اللي بقول فيها الاليه هتتم ازاي، ان لازم اتعرف على الواجهه بتاعه الامتحان، لازم يبقى عندي معلومات عن التراك اللي هي النقاط الاساسيه في الموديول يعني، وبعد كده اتعلم القرايه السريعه والدقيقه. طيب انا محتاج اخلي البرزنتيشن بتاعي ده بدل ما يبقى على بعضه كده 85 شريحه اقسمه مقاطع زي فصول او ابواب يعني. فنفترض مثلا ان الشريحه الاولى اللي فيها العنوان الرئيسي والشريحه الثانيه دي تعتبر البريفيس بتاعي الواجهه بتاعت الايه البرزنتيشن. فهقف هنا كده قبل الشريحه رقم واحد واقول له اعمل لي سيكشن اد سيكشن واسمي السيكشن ده بريفيس. بريفيس اسف واقول رينيم. كده بقى في سيكشن اسمه بالاسم دوت اللي هو بريفيس، والسيكشن ده عشان اتعمل فوق خالص قبل اول شريحه هو بالتبعيه ضامن كل الشرايح ال 85 جواه. كان انا عايز يبقى جواه الشريحتين الاثنين الاولانيين بس، يبقى بعد الشريحه الثانيه هقف هنا كده واعمل سيكشن ثاني. اسمي السيكشن الجديد ده كده يبقى كده انفصل اهو فعلا، اسميه مثلا الاجنده. اسف لا مش الاجنده بقى، احنا قلنا اول نقطه اللي هي الواجهه بتاعت الاختبار يعني اللي هي الانترفيس اوف اكزام، ودي هتضم الشرايح رقم 3 لغايه رقم 8 اللي كان فيها الصور اللي بتوريني واجهه عامله ازاي بتاعت الامتحان. راح بعد كده الشريحه التاسعه دي بقى اللي فيها الكونتنت المحتوى نفسه. هقف كده قبلها قبل التاسعه واعمل سيكشن كمان واسميه مثلا يعني الانفورميشن او تراك انفورميشن معلومات بتاعت الشرح بتاعت الماده العلميه يعني تراك انفورميشن. ده كده السيكشن اللي هيضم عدد كبير من الشرائح لغايه الشريحه رقم 67. عايز اروح للشريحه 67 بسرعه يعني طبعا ممكن بالسكرول بسرعه كده اوصل لها. خلاص ده اخر جزء في الشرح يعني كان الشريحه رقم 73. الجزء الاخير كان بيتكلم على السكيمنج والسكاننج اللي هي الاليه اللي هستخدمها في الامتحان، يبقى ده ممكن يتعمل سيكشن كده يضم الشرح اللي بتتكلم على النقطه دي. يبقى السيكشن واضح انها هيكل لي البرزنتيشن بتاعي عشان اعرف اصنف كل الشرح اللي بتتكلم على موضوع معين تحت عنوان ما زي فصل يعني. يبقى دي مثلا الاسلوب او الاليه اللي كانت النقطه الثالثه اسمها فاست ريدنج. اوكي خدها كوبي وفر وقت واروح للسيكشن. عايز اروح بقى بسرعه كده الاخير ده واتعمل خلاص بس بقى ان تايتل، فمحتاج هنا احدده واعمل عليه كليك يمين واقول رينيم عشان اغير اسمه واديله الاسم اللي انا نسخته. خلاص كده البرزنتيشن بتاعي اتقسم لسيكشنز. فايده السيكشن دي هعمل كنترول هون كده بسرعه ان ممكن باختصار يعني مش عايز اقرا البريفيس مثلا اعمل لها كده كولابس. كولابس يعني ضغطتها خليتها ظاهر اسم السيكشن فقط لكن من ظاهر شرايحه. لما احب مثلا اقرا الجزء بتاع الكونتنت الواجهه اسف الانترفيس اقراه هو بس. طب خلاص قريته ممكن اعمل له كولابس هو الاخر. يجي الدور بعد كده على السكشن بشرايحه اللي فيه تراك انفورميشن المعلومات الاساسيه قريته خلاص ممكن اعمل له برده كولابس فيظهر لي بعد كده الفاست ريدنج اكيورتلي اقراه خلاص انا خلصت. يبقى انا كده مش شايف غير الروس او الهيد لاينز بتاعت السكشن. افتح سكشن معين بكليك عليه تمام فتتفرد او تظهر العناصر بتاعته. ينفع كمان اعمل حاجه لطيفه كده ممكن اغير الترتيب بتاع السكشن يعني اخد السكشن ده في حاله بتاع الفاست ريدنج اللي جواه 12 شريحه زي ما مكتوب كده واعمل عليه كليك واسحبه كده واغير ترتيبه. اول انا يهمني الاول بعد الانترفيس الفاست ريدنج تمام. واحد تاني يقول لي لا والله انا عايز التراك انفورميشن يبقى هنا هو اللي قبلها زي ما انا عايز. يبقى كمان موضوع السكشن بيوفر لي جهد كبير جدا في ان ببساطه ينفع اغير الهيكل بتاع مجموعه شرائح كامله، شلت فصل بحاله او سكشن بحاله وغيرت ترتيب. ده بالنسبه للسكشن. طبعا ينفع اقف على سكشن معين زي السكشن ده كده واقول
الزرار بتاع السكشن اقول له ريموف سكشن. كلمه ريموف سكشن مش معناها انك هتلغي الشرائح نفسها اللي جواه، لا انت هتلغي الفاصل، بمعنى ان ال 12 شريحه دول هينضافوا للسته اللي فوقهم، هيبقى الانترفيس اوف اكزام ده هيبقى فيه 18 شريحه هينضموا للسكشن اللي قبلهم، ده كلمه ريموف سكشن. لو عملت ريموف اول سكشن هيبقى خلاص كل الشرائح على بعضهم ال 85 بدون فواصل يعني، كانها كتله واحده. تمام، ده بالنسبه بس لموضوع السكشن، كده احنا خلصناه بالكامل. اللي اوت، لو انا وقفت على شريحه مثلا، نروح للفيس كده، جدل مثلا الشريحه رقم 2 اللي هي بتاعت الاجنده، هي اصلا تايتل اند كونتنت. طب عايز احط معاها كمان صوره، طب اعمل كده ازاي؟ اقول والله في اكتر من طريقه، ممكن اروح لانسيرت واحط بيكتشر. طب انا مش عايز كده، انا عايز اجي على اللي اوت اللي هو التخطيط بتاع الشريحه اللي هي كانت اصلا تايتل اند كونتنت، اقول له من فضلك عايزها تبقى تو كونتنت. ايه اللي حصل هنا؟ احتفظ بالنص اللي انت كنت كاتبه من الاول، احتفظ بالكونتنت السابق وزود عليه الكونتنت الثاني، بقى تايتل وتو كونتنت. التايتل كان موجود خلاص سابه، والكونتنت الاولاني كان موجود زود الكونتنت اللي فاضل. وحاجه انا مثلا اقول والله هزود ايكون بالمره عشان اتعرف على الجزئيه دي يعني. ففتح لي الايكونز، الايكونز دي حاجات بتتجاب اونلاين يعني، هقول له والله حط لي الصوره اللي انا شايفها مثلا تبقى ملائمه، حط لي مثلا حط صوره الطياره. بالمناسبه طبعا الايكون متقسم فئات راحه يعني، ده الكومن، لكن انا ممكن ادخل على فئه مثلا تكنولوجي، انا عايز فقط الايكونز اللي بتتكلم عن التكنولوجيا، واختار منها مثلا صوره شايف انها مناسبه مثلا، اختار الناحيه دي مثلا، وينفع طبعا تحط اكتر من ايكون وانسر. فبيعمل لهم داونلود ويحطهم اهم كده، تحطوا عندي في البرزنتيشن الديزاين ايديا اشتغلت على طول اهي، وقلت لي تحب احط لك الصور دي مع التكست ازاي، اختيارات جاهزه، ممكن اختار منها الشكل اللي انا شايفه ممكن يبقى ايه ملائم يعني. وهنا بينسق لي الحزمه كلها، الصور الايقونتين مع التكست بتاعه حسب الشكل اللي انا شايفه ملائم. تمام، طبعا ممكن استغنى عن ده كله وما استخدمش الديزاين ايديا بالمره يعني. تمام كده احنا خلصنا الجزء بتاع سلايدز. في طبعا امر مهم جدا لازم اقوله صحيح اللي هو ريسيت. يعني ايه ريسيت؟ ريسيت يعني زي اندو كده، بس هنا كاتب لي ايه؟ بيقول لي ريسيت ذا بوزيشن سايز اند فورماتنج اوف ذا سلايد بليس هولدر. يعني ايه بليس هولدر؟ بليس هولدر هي المكان المحجوز، يعني ده كده الاطار ده كده بليس هولدر، بمعنى اني لو خدت الكونتنت اللي جواه قلت له كات، طلعت بره كده، ما زال المكان محجوز بليس هولدر، مكان التايتل ده كده اسمه بليس هولدر، مكان جوه اللي اوت بتاع الشريحه، ينفع في اي وقت اكتب فيه يرجع تاني المحتوى بتاعه، دي برده تعتبر بليس هولدر. يعني لو عملت كليك على دي كده، عملت لها مثلا ديليت ودي برده ديليت، هيرجعني للاي اوت اهو، بليس هولدر موجود اللي اخترت منه الايكونز. فدول كده اسمهم بليس هولدرز، الاماكن اللي في اللاي اوت اصلا. تمام؟ مظبوط ولا لا؟ طيب ايه بقى ريسيت زي ما اتفقنا؟ لو انا غيرت البوزيشن والسايز والفورماتنج وعايز ارجعهم تاني لمين؟ للبليس هولدر. زي مين؟ زي ده كده التايتل ده البليس هولدر، زي الايكون. فمثلا هاجي على التايتل ده كده، انا كده غيرت سحبته من مكانه لمكان تاني، يبقى انا كده غيرت مين؟ غيرت البوزيشن. طيب زودت ابعاده، غيرت السايز، عملت تنسيق ليه، غيرت لون الخط مثلا، عملت ثلاث حاجات اهو، غيرت السايز والبوزيشن والفورماتنج، عايز اعمل تراجع عن الثلاثة دول في خطوة واحدة، يبقى ريسيت. بدل ما اعمل ثلاثة اندو، يا ريسيت في خطوة واحدة، رجعهولي للوضع الافتراضي كمان اللي هو مكانه اللي كان فوق يعني. تمام؟ يبقى الأمر ريسيت بيعمل إيه؟ بيرجع لي أي تعديل عملته في البليس هولدر اللي هو الأماكن المحجوزة للتايتل أو الكونتنت يعني، سواء التعديل ده كان في السايز أو البوزيشن أو الفورمات. نروح بعد كده طبعًا الأمر مهم جدًا، لو أنا عندي تكست معين وهفضله هو بس، يبقى انا هنسقه هو بس كده، واخترت مثلا من الجروب فونت اخترت لون للخط ده. طبعا في الالوان الستاندرد المفروض احنا دارسين وورد طبعا يا جماعه، ما ينفعش ادخل على باوربوينت او الاكسل الا لما اكون عندي خلفيه عن الاساسيات بتاعت وورد. اخترت مثلا الكالر بتاعه يبقى دارك بلو، يبقى ده كده بس التكست ده هو خد التنسيق. واخترت مثلا حجم البوليت دي تبقى 2 و3، هي دي بس. واخترت نوع الخط بتاعها بنوع معين. انا عملت كام افكت كده؟ ثلاثة افكت. عايز الثلاثة افكت دول
انسخهم، يعني اخد نفس الثلاث تاثيرات التنسيق دول على البوليت الثالثه بس. فانا مظلل اهو العنصر اللي عايز اخد تنسيقه، ومنهم هختار الامر فورمات بنتر او ناسخ التنسيقات، واسحب بالمؤشر كده فوق الكلمه اللي عايزها تتاثر. يبقى انا كده نسخت مين؟ ما نسختش الكلمه، نسخت تنسيقها الى كلمه ثانيه او الى جمله ثانيه. طبعا هنا ده عنصر على عنصر. بالمناسبه لو انا كنت عايز اخلي ثلاثه بوليت يتاثروا بالتنسيق في خطوه واحده، كان ممكن بدل ما اظلل كان اظلل الاطار وانسق، فالتنسيق يسمع فيهم هم الثلاثه في خطوه واحده يعني. بس انا حبيت بس المح للفورمات بنتر ازاي بتشتغل. بتشتغل ان العنصر معين واخد تنسيق، احدده واخد الفورمات بنتر واسحب بعد كده على العنصر الاخر تاخد نفس التنسيق. اوامر سهله وبسيطه طبعا، مبنيه على الوورد اللي هي بولد، غامق، ايتاليك، مائل، اندرلاين، احط خط تحت العنصر. في عنصر جديد شويه مش موجود في الوورد بس موجود في الباور اسمه شادو. التكست تاخد زي ظل كده، لو كبرت نسبه الرؤيه الزوم هيبان اكتر. مثلا الظل الرصاصي ده كده، ده كده شادو. شادو لمين؟ شادو للتكست بس. في طبعا امر اسمه ستريكت فو اللي هو النص يبقى يتوسطه قط او مشطوب. في طبعا خاصيه التباعد بين الاحرف اللي هي كاركتر سبيسنج، هي نورمال. انا ممكن اخليها ضيقه، الحروف لازقه بعضها شويه، ممكن اخليها ضيقه قوي. في كتب تبقى كده لوز، تبقى واسعه شويه المسافه من كل حرف للتاني، فيري لوز، او مور بقى، واختار الاتساع بالحجم او بالقدر اللي انا ايه شايفه. مش لازم يعني اقيد بتايت وفيري تايت ولوز وفيري لوز. ده بالنسبه للسبيس. عايز ارجعه تاني اقول نورمال. طيب الاداه الثالثه اسمها تشينج كيس. يعني ايه تشينج كيس؟ نيجي كده لكونتنت فيه كلام شويه اكتر. زي مين هنا مثلا؟ شوف بس شيلها فيها محتوى نصي اكتر. او يعني ممكن نقول هنا تمام. ظللت الاطار يعني كان ظللت العنصر كله. عندي امر اسمه تشينج كيس. يعني ايه تشينج كيس؟ دي حاجه ليها علاقه باللغات الاجنبيه اللي هي الحروف الكابيتال والسمول. اول اختيار اسمه سنتنس كيس، ده بيخلي اول حرف في كل جمله يبقى كابيتال، الجمله بتنتهي في الطب طبعا. لور كيس بيخلي الحروف كلها سمول. ابر كيس الحروف كلها كابيتال. كابيتالايز اتش وورد، اول حرف من كل كلمه كابيتال. توجل كيس يعكس، اللي يلاقيه كابيتال يقلبه سمول واللي يلاقيه سمول يقلبه كابيتال. نلاحظ كده ان الامر نفسه واخد شكل الحال يعني. يعني الامر سنتنس كيس هو نفسه اول حرف فيه كابيتال وحاطط في الستوب عشان يعرفك ان دي سنتنس. الامر لور كيس مكتوب كله سمول عشان يبقى هيقول لك انا هعمل نفس الشكل بتاعي في النص اللي انت محدده، وهكذا. في عنصر جديد ما كانش موجود في الباوربوينت اللي هو الهايلايت، ده كان موجود في الوورد بس. بمعنى ان ممكن اجي على كلمه معينه اظللها واعمل لها هايلايت كاني ماسك قلم ماركر وبعمل عليها هايلايت، يعني اظلل الكلمه. في حاجه كده برضو مهمه، لون الخط. ينفع اختار ستاندرد كلر اللي هو زي ما اتفقنا لون مباشر، او ثيم كلرز يعني العمود ده كده درجه من درجات بقى الجرين، جرين اكسنت 1، وانزل بقى زي ما انا ماشي كده وجرين كل العمود ده اسمه جرين اكسنت 1، بس جرين اكسنت 1 بدرجاته بقى لايتر 60%، لايتر 80%، لايتر وهكذا. العمود اللي جنبه ده مثلا نبدا من فوق كده دارك جرين اكسنت 2، وانا نازل بقى كده يبقى كله دارك جرين اكسنت 2 بس بايه؟ بس بدرجاته، كله كده بنفس الكلمه دارك جرين اكسنت 2 بس بدرجه معينه. ده هيخليني ابقى سريع في الامتحان على فكره. طيب يبقى ينفع اختار ستاندرد كلر اللي هو لون مباشر سوليد كلر كده اخضر ازرق احمر، او اختار ثيم اللي هي درجه من درجات التفتيح والتغميق لدرجه لونيه. في كمان حاجه اسمها مور كلرز، طلبها مني في الامتحان مور كلرز، طلب مني حاجه اسمها كاستم، واني اختار درجه لونيه عباره عن حاجه اسمها الار جي بي، يعني لون مبني على نسب من الاحمر والاخضر والازرق. يعني انا بولف لون، فهيقول لي مثلا عايز اللون يبقى ار جي بي، ويقول لي بين قوسين 50 50 تبقى دي الريد بالترتيب اللي قايله كده اللي هي الار الاول، وبعدين يقول لي مثلا 30 يبقى دي هتبقى الجرين، مثلا هنا يقول لي 200. فانا ولفت لون جديد من الدرجات بتاعت الاخضر والاحمر والازرق.
طبعا الاداتين دول بيكبروا خط الصغروك كاني اخترت من الليست. الاداه اللي قدامي هنا اسمها كلير فورماتنج، لو وقفت على كلمه انا عامل فيها تنسيق تمسح التنسيق عنها وترجعها لحالتها الطبيعيه الاصليه. يعني هنا برضه اهو كلير فورماتنج، لاحظ ان كلير فورماتنج بتاثر على اي تنسيق انا عملته، شيله ورجعه الاصل. الجروب باراجراف برضه من دراستنا في الوورد عباره عن التعامل مع فقره كامله. يعني مثلا ممكن اقول له عايز النص ده كده يبقى على اليسار، يبقى في المنتصف، يبقى على اليمين، لو هو عبر عدة أسطر ممكن أخليه متساوي من كده الجانبين زي ما أنا عايز يعني. طب النص ده اتجاهه إيه؟ لو هو إنجليزي بيبقى اتجاه النص يعني مش المحاذاة، بيبقى ليفت تو رايت، ولو عربي بيبقى رايت تو ليفت. ممكن أجي مثلا على عناصر زي كده الإطار كله، يبقى أنا كده بتكلم على حاجة اسمها بوليتس. بوليتس يعني اللي هي العلامة تمثل الفقرات. كده شلت البوليت، كده رجعت البوليت تاني. طب لو مش عاجبني البوليت الافتراضي يبقى مرصص اختار بوليت تاني، او اقول له افتح لي بقى الامر بوليتس اند نمبرنج، واختار بوليت عباره عن ايه مثلا بيكتشر، وهجيب البيكتشر دي منين؟ هقول له فروم ايكونز مثلا طالما عندي انترنت، واختار مثلا انها تبقى رمز نظاره الشمس دي مثلا، اقول له انسيرت. عملت لمسه حلوه كده البوليت شكل مختلف. تمام، طبعا عايز البوليت دي تبقى شبه اليمين فعملت. تمام، ينفع كمان الاطار لما احدده كده تاني وارجع للبوليتس، بوليتس اند نمبرنج، عايز اعمل بقى تحكم اكتر. احنا اتفقنا قلنا بيكتشر وخدنا البيكتشر دي فروم ايكون، طبعا ممكن اجيب صوره من النت وتلاقي الايقونه، ممكن صوره من الجهاز زي ما انا عايز. تمام، او ستوك ايمجز، هات لي صور من مايكروسوفت يعني، اقول له والله مثلا صورة ليها علاقة بالرياضة سبورتس، ونختار مثلا ليستوب ووتش ليها علاقة مثلا بالجري، واقول انسر. كده عملت برضه لمسة جميلة يعني. ينفع ارجع تاني هنا اخر حاجة ممكن اعملها يعني في البوليت، ان اختار درجة لونها يعني، مش عاجبني اللون بتاعها. طبعا ده مش هيسمع في الصورة، الكلام ده هيسمع اكتر في الايكون، ده الشكل الرسوم اللي عامل زي الشيبس يعني، مش ده كده بالنسبه للبوليتس. نفس الكلام كان ينفع اختار نمبر، بدل ما تبقى القايمه دي نقطيه تبقى رقميه، وبرده ينفع اختار مقاس السهم هنا شكل التقييم ونحر. وينفع ادخل على الاختيار اللي فيه ثلاث نقط واختار اللون يبقى ايه مميز شويه فاتح يعني. في اني اظل كمان الفقره كلها الاطار بتاعها، وازود السبيسنج المسافه بين سطورها، سطور الفقره نفسها تبقى سطر، سطر ونص، سطرين، دبل، 3. ممكن اقول طب في عندك اكتر، يبقى لاين سبيسنج اوبشنز، وابدا اقول له والله انا عايز المسافه بينهم تبقى اكزاكتلي بالظبط. انا كان اخر ثلاثه، هنا هدخل ازود شويه اكزاكتلي مثلا، هبدا ازود بحاجه اسمها بوينت بي تي، كل سته بوينت تكافئ 1 لاين. فانا لو عايز مثلا اخليها 3 ونص لاين، يبقى 3 مثلا في 6 ب 18 ونص 3 يبقى 21 مثلا. تمام، طيب نرجع تاني نكمل الجزء الخاص بالباراجراف. يعني هقف هنا مثلا على الكتلة دي كده، حدد الإطار الخارجي، يبقى حددتها كلها. إيه اللي ممكن أعمله فيها كمان؟ أقول والله أنا شايف إن التكست هنا يعني لازق في السقف بتاع يعني المحاذاة الرأسية بتاعته في التوب، فممكن أتكلم على المحاذاة زي ما اتكلمت على المحاذاة الأفقية اللي هي ليفت وسنتر ورايت. في حاجة اسمها محاذاة رأسية اللي هي من الأداة الموجودة بالباراجراف اللي اسمها ألاين تكست. الرسمة بتاعت الزرار معبرة جدا، اللي هما السطر اللي في النص ده او الخط ده معناه التكست، والسهمين دول معناها ان التكست ده يبقى توب او ميدل او سنتر فيرتيكال، يبقى دي محاذاة رأسية اللاين تكست. هي فعلا توب، اقول له ميدل، يبقى بقت محاذاة رأسية كده، بقت في النص بس مش هوريزنتال فيرتيكال. ممكن اقول لا والله انا عايزها بوتوم، تمام زي ما انا ايه زي ما انا شايف. طبعا ينفع كمان اعمل ريسايز الايه لحجم التكست بوكس بدل ما كنت اعمله توب او او ميدل او بوتوم، بس لازم اعرف الاداء دي برضه باب العلم بالشيء. جرب تاني كده دلوقتي اقول له ميدل، جرب كده اقول له بوتوم، حس بيها يمكن لو ايه كبرت سنه صغيره سنه كده.
دلوقتي اقول له ميدل، اقول له بوتوم، بانر. تمام، ده كده بالنسبه للاونلاين تكست. وخلي بالي من الكلمه، لو قال لي في الامتحان اونلاين سنتر ورايت وليفت يبقى دول، لو قال لي اونلاين توب وميدل وبوتوم بيتكلم على راسي، يبقى من الاداه اللي قدامي. الاداه اللي بعد كده موجوده هنا هي اداه الاورينتيشن. التكست بتاعي اللي انا مظلل الاطار بتاعه ياخد اطار، ياخد مثلا زاويه، يبقى مقلوب او معكوس او يتفرط حروفه عن بعضها. العنصر اللي بعد كده الباراجراف، عنصر في منتهى الروعه، هو كونفيرت للبوليتس دي او للليسته دي تو سمارت ارت. اتفقنا ان كان في من ضمن الكونتنتس، الكونتنتس حاجه اسمها سمارت ارت. سمارت ارت يعني قائمه، بس قائمه رسوميه. هو دلوقتي دي قائمه رقميه، فهحولها من هنا كده لسمارت ارت. واضح كده من شكلها ان هي هتبقى باحد اللي اوتس اللي هنا بشكل رسومي جميل واكثر تاثيرا من الارقام والقائمه التقليديه. يعني كل لاي اوت من دول ليه اسم حسب بقى رابطك. ده اسمه مثلا تارجت، هنا مثلا نبقى شويه كده هيكتب اسمه، اسمه راديال، وهكذا. هنا مثلا بيزك سايكل، وهكذا. شوف انت عايز ايه. لو مش عاجبك اللاي اوت دي كلها، عنده مور، وتختار من مور نمط او الفئه بتاعت السمارت ارت اللي عايزها. مثلا فئه تبقى مثلا بروسيس، واختار من البروسيس مثلا الشكل ده اللي هو كونتينوس بروسيس مثلا، واقول له اوكي. فانا كده حولت الليسته بتاعتي الى بدل ما هي قائمه رقميه بقت قائمه رسوميه. هتبقى ايه يعني اكثر تاثيرا في المستخدم. خلاص حاجه ان العنصر ده مجرد ما تم ادراجه سمارت ارت ظهر له بعد قائمه بعد تبويب هيلب على طول، ظهر له تبويب مرتبط بيه. احنا قلنا الكلام ده في المقدمه بتاعت المسابقه، ان في عناصر لما بيتم وضعها زي الصوره والايقونه والسمارت ارت اللي محطوط دلوقتي، مجرد ما بحددها كده بيظهر لي تبويبات مقترنه بيها. بتظهر فين التبويبات دي؟ بعد هيلب على طول. فهنا في تبويبين مرتبطين بالسمارت ارت اللي هم سمارت ارت ديزاين وفورمات. الكلام ده هيتقال في حينه بالتفصيل ازاي اشتغل عليه، بس حبيت المح مكانهم فين وظهروا ليه، لان حددت العنصر اللي انا حطيته. طيب نكمل هوم كده بسرعه. ايه تاني ممكن اعمله؟ نقول مثلا انا لسه في الشرح رقم 2، ينفع من هوم في جروب اسمه دروينج ادرج من خلاله شيبس اللي هي الاشكال الهندسيه. شيبس متقسمه لاكثر من فئه، لاينز كل واحد من دول ليه اسم طبعا، ريكتانجلز استطيلات بالاشكال المختلفه، والبيزك شيبس اللي هي المثلث، تريانجل، الاوفل، الايزو سكيلز متساوي الاضلاع، وهكذا. المكعب، حاجات دي ممكن تستخدم كتير يعني في شغلنا. اختار مثلا مكعب، علق الماوس بقى على شكل علامه زائد، اعمل كليك واسحب لغايه ما افوت الابعاد اللي انا شايفها. مجرد ما تم ادراج الشيب ظهر له على طول تبويب مقترن بيه بعد بعد التبويب هنا كالعاده. طبعا عشان المتحدد لو كلكت بالراحه اختفى التبويب على طول. حددته ظهر نفس الكلام سمارت ارت، حددته ظهر التبويبين المتفقين بيه بعد كده، وهكذا. كده ده بالنسبه للشيبس. طيب لو انا جيت على مثلا الايقونه دي وعملت كليك وسحبتها كده فوق السمارت ارت، غطت السمارت، جيت بالتفصيل خليته فوقهم هم كلهم، وهروح بس مؤقتا بسرعه للتبويب المرتبط بالشيب ده شيب مات لسبب ما في ذهني يعني، وهغير لونه عشان يبقى فيه تمييز لوني يعني. دلوقتي العنصر ده الشيب ده ترتيبه فين؟ ترتيبه فوق الثلاث اشكال، فوق الايكون وفوق السمارت ارت. يبقى من هوم اقدر اتكلم دلوقتي على الرينج. الرينج يعني ايه؟ الترتيب. هو قدام الكل، ينفع ارجعه باك، سند تو باك. باك يبقى ورا الكل. ورا خالص طرفه باين تحت. طب ينفع ارجعه تاني قدام خالص بين تو فرونت. طب عايز ارجعه خطوه واحده لورا. يبقى بدل الباك اقول باكورد، بقى راجع خطوه واحده للخلف ورا الايكون لكن لسه قدام السمارت ارت. طب العكس لو عايز يتقدم خطوه واحده للامام يبقى مش فرونت بقى، يبقى برينج فورورد. ده بالنسبه لترتيب الاشكال الجزئيه. طب لو انا حددت الايقونه كمان ولاحظت ان هم مش في نفس المحاذاه، يعني الاثنين مش على نفس الارضيه، فهحددهم هما الاثنين باني اضغط شيفت من الكيبورد واكلك على العنصرين
قال لك على هنا وقال لك على هنا ولا الشيفت. ومن هوم في عندي اداه الرينج برضو اسمها الاين. الاين يعني محاذاه، بس دي مش محاذاه للنص زي دول، سواء افقي او راسي، لا دي محاذاه للاشكال الهندسيه. يبقى تاني انا حددت الشكلين باني ضغطت شيفت، فضلت دايس على شيفت الكيبورد وانا بكلك على عنصرين، ورحت الهوم والرينج وقلت له من فضلك اعمل لهم الاين. هيسالني الاين ازاي؟ لو قلت له الاين توب يبقى هيبص على الشكلين ويشوف من فوق اكثر ارتفاعا والتاني يطلع له يبقى على محاذاه. اهي الاين توب مثلا، الاقي ايه؟ طلع مكعب على ارتفاع من الايكون، اعمل ترابط. طب لو انا رجعت تاني للرينج وقلت له لا والله انا عايزك تعمل الاين بوتوم، يبقى الايكون هو اللي نزل بقى على الارضيه مع المكعب. طيب ده بالنسبه للبوتوم وتوب. طب لو هما مثلا عاملين كده، بمعنى ان الكلام بقى هنا مش على توب وبوتوم، على رايت وليفت، واحد فيهم جاي يمين شويه والتاني شمال، حدو الشيفت برضه واحدد الشكلين ومن هوم الرينج والاين، واقول هنا بقى لو قلت الاين رايت يبقى يشوف من فوق في اليمين والتاني يروح له. لو قلت تراجع اهو، لو قلت الاين ليفت يبقى المكعب هو اللي هيروح جهه اليسار عشان يتحاز مع الاي. ده بالنسبه للاين. في كمان حاجه تانية ان ممكن احدد الاشكال اضغط شيفت زي ما اتفقنا اكلك عليها واروح للرينج واعمل حاجه اسمها روتيت، اعمل حاجه اسمها جروب، اسف جروب، يعني الشكلين اتحولوا لكتله واحده اتحركوا مع بعض. لو حبيت الزقهم الزقهم خطوه واحده، ممكن من هون برضو عادي اهو، اعمل فيل، الفيل ده هياثر فيهم هما الاثنين، تمام. اعمل دوران مثلا الاثنين هيدق، يبقى انا كده حولتهم لكيان واحد. ده كده الافرنج. ينفع في كوب تاني هما متحددين لسه من الرينج واعمل لهم انجل. طيب ينفع كمان امسك حاجه التحديد كده، امسك عنصر واحد زي الايكون دي واحددها ومن هوم تحت دروينج والرينج برضو اعمل حاجه اسمها روتيت. روتيت يعني دوران، دوران بنسبه 90 درجه جهه اليمين او 90 درجه جهه اليسار، ده بالنسبه للروتيت. طب في حاجه ثانيه اسمها فليب. يعني ايه فليب؟ فليب يعني انعكاس. فليب فيرتيكال كانه بقى ايه، انعكاس، انعكاس زي الصوره في الميه كده. في فليب فيرتيكال كانها صوره في المرايه، يمين يبقى شمال وشمال يبقى يمين، حبان اكتر في السمارت ارت. اقول له روتيت، انا مش متاح معايا اسف، مع الشيبس ومع الايكونز. طبعا انا كنت محدد الشيب ولسه انا في هوم اهو بدروند، في طبعا شيب فيل اني املا الشكل ده خلفيه لونيه، طبعا ممكن تبقى سوليد كلر ستاندرد او يبقى ثيم درجه لون او يبقى ايه كمان صوره، يعني المكعب يبقى جواه صوره. جرب كده جواه ايكون مثلا نشوف كده هتبقى عامله ازاي. عملت حاجه جديده خليته من جوه كانه بدل ما هو مملي بلون مملي بقى مملي بصوره ايقونه، لو لفت انا حاجه جديده من عندي. طيب الشيب انا لسه في هوم زي ما اتفقنا في دروينج، شيب اوت لاين يعني الشكل المحدد ده الاطار الخارجي بتاعه، بدل ما هو بالاطار باللون الاسمر ممكن اقول لا انا عايز الاطار باللون الازرق، الاطار الخارجي للمكعب. الاطار برضه هرجع له تاني واقول له انا عايز الويت اللي هو السمك بتاعه يزيد شويه، ممكن اقول انا والله عايزه يبقى سكتشد حاجه كده متعرجه، يعني ما بقاش مكعب كانه حاجه كده ايه مشوهه. ممكن اقول عايزه يبقى ديشز يعني نقط او شرط، ديش دوت زي ما انا عايز. طبعا سكتش دي جديده ما كانتش موجوده، تدي لمسه لطيفه يعني. ممكن اقول له طبعا مور لاينز واختار بقى السكتش ده يبقى عامل ازاي يعني. مش بس كده، والسكتش ده مثلا ممكن يبقى مركب يعني يبقى دبل. طبعا ده ظهر لي لما اخترت ايه يا جماعه؟ لما اخترت مور، دخلت على سكتش كده اي امر كده جنبه ثلاث نقط بيفتح لي بين ده او زي دايلوج بوكس كده بيديني امكانيات اكتر شويه، ممكن اخليه مثلا يبقى سكوير وهكذا. فايه ده لمسه لطيفه يعني حاجه كده جديده شويه. ده بالنسبه للاوتلاين. الشيب افكت انا لسه محدد الشكل اهو، ممكن اعمل عليه افكت معين. خلي بالكم الكلام شيب افكت، ممكن اخلي الشكل ده يبقى له شادو، خلي بالنا
اس دي شادو برضو، بس دي شادو لمين؟ للتكست. بينما هنا شادو لمين؟ للشكل نفسه. هقول له شادو، كل شادو من دول متقسم يا اما اوتر، وجوه الاوتر في انواع مختلفه، اوفست بوتوم رايت مثلا، اوفست رايت، كل العمود ده اوفست اهو باشكال مختلفه، او انر. في طبعا برسبكتيف اخترت منها، او بقى في ظل اهو ظاهر قدامي. ينفع طبعا بعد ما اخترت الافكت افتحه تاني على الشادو واقول له شادو اوبشنز، افتح لي الدايلوج بوكس واقول له انا عايز لون الشادو ده يبقى باللون الاصفر. مش بس كده، عايز حجمه يكبر شويه، السايز بتاع مين هنا؟ بتاع الشادو. شكرا خلصت، اروح اكتب هنا اشوف اثر اللي انا عملته مثلا جدلا يعني. ده كده بالنسبه، طبعا في افكتس اكتر يعني، بس اديت مثلا يعني ممكن يبقى في ريفليكشن، الشكل يبقى دي زي المرايه كده زي الانعكاس. وبرده ينفع بعد ما اخترت ريفليكشن معين ادخل عليه كده وادخل على الاوبشنز بتاعته فيظهر لي الاختيارات، والله والله انا عايز الريفليكشن بقى، اتكلم على الريفليكشن هنا يبقى شفاف، درجه الشفافيه بتاعته بقى 150%، لا تقل شويه فيبقى يتقل يبان يعني، وبدا ايه يظهر قدامي التشوه بتاعه ممكن مثلا يزيد او يقل، المسافه بينه وبين الشكل الاصلي تزيد. يعني بص بص كده ايه بيحصل كده؟ يبعد عن الاصل بتاعه. والله والله ايه؟ قرب شويه. كده انا شغال فين؟ خيارات متقدمه جدا في الريفليكشن. نفس الكلام طبعا في الافكتس، كان في جلو كان ينفع اجيبها من هنا برده، مفيش داعي اضيع وقت. واختار الجلو الاول شكله عامل ازاي، واختار بعد كده لونه والافكت بتاعه. يعني الجلو انواع وكل نوع ليه اسمه برضه. مثلا ده جلو 18 بوينت اورنج اكسنت كلر 4، العمود ده كله اورنج، جلو اورنج، اخترت له نمط. بعد ما اخترت النمط هلعب في اللون بتاعه، الوهج بقى اللي حوالين الشكل. تمام. وبعد مثلا كده اقول انا عايز حجم الجلو نفسه يكبر شويه، الوهج نفسه حول المكعب ايه، الهاله البرميه الزرقاء دي زادت وهكذا. ممكن اخليه يبقى شفاف شويه، ازود الترانسبيرنسي بتاعته وهكذا. كل دي امكانيات متقدمه بتظهر مني يا جماعه لما اختار مش العنصر ده، لا اختار الاوبشنز بتاعته، او افتح اللانشر. يعني ينفع برضه لو كنت واقف على عنصر بدل ما اتعامل مع كل ده افتح اللانشر هنا فيفتح لي الفيل واخد قراري انا عايز اتعامل مع ايه؟ الشكل من حيث الجلو ولا يبقى الصوره، مؤثرات الصوره او مؤثرات الشكل سايد بوزيشن تكست بوكس وهكذا، التاثيرات بتاعه اللون والشكل الخارجي مش عارف ايه، يبقى الفيل افكت. تمام. اخر حاجه هنا في الجروب هوم هي فايند وريبليس وسيلكت. الامر فايند مهم جدا، لو عملت عليه كليك كده يعني باختصار انا عايز ادور على كلمه وردت في شريحه معينه وشرائح كتيره ومش عارف اوصل لها، فبكتب الكلمه دي يجيبها لي على طول. مثلا عايز ادور على كلمه تشامبيونشيب، هكتب جزء حتى منها واجرب اقول له كده فايند نيكست، اهو دور عليها وقال لي اهي موجوده في الشرح رقم 1 وظلها لي. تمام. فدي طريقه سريعه للوصول لنص معين. دي تستخدم في الامتحان امتى؟ لو هو طلب مني قال لي مثلا في الشريحه، في شريحه معينه جواها تكست معين، لون لي التكست ده، ما قالش فين التكست، خلاص يبقى انا بعمل فايند وجيبهولي بالطريقه السريعه. طيب الامر ريبليس، هاجي على الامر ريبليس ده، انا عايز كلمه شامب دي يتم تبديلها مثلا بكومبيتيشن، هكملها بقى احسن، شامبيون شيب بالكامل عايزها تبقى كومبيتيشن. عندي دلوقتي اكتر من اختيار، لو قلت له ريبليس بس يبقى اول كلمه تقابله فيها كلمه، اول شريحه تقابله فيها تشامبيون شيب يغيرها، مش هيغير اللي بعدها، لو لقاها تاني مش هيغيرها. ده لو قلت له ريبليس، لو قلت له ريبليس اول يبقى لو الكلمه دي متكرره عده مرات هتتغير في كل المرات دي بالكلمه البديله اللي هي كومبيتيشن. ولقاها موجوده هنا في مكان واحد بس، وان ريبليسمنت، هي واحده بس اللي لقاها وغيرها. خلاص خلصت اقول له كلوز. الامر سيلكت ده في منتهى الاهميه، طبعا سيلكت اول يبقى معناه اني عايز احدد كل اللي جوه الشريحه، لان واقف جوه الشريحه كده يبقى سيلكت اول هيسمع ويأثر في الشرايح. طب لو كنت واقف على المنمنمه المنيتشر بتاعت الشريحه جوه الشريحه بقى وقلت له سيلكت اول،
هيفهم انه سيلكت اول سلايدز. يبقى تاني كده، لو المؤشر بتاعي عامل كليك جوه الشريحه، نقطه الادراك جوه الشريحه، الشريحه نفسها هي المحدده، يبقى سيلكت هنا لاول يقصد بيها اول كونتنتس اوف ذيس سلايد، كل المحتوى بتاع الشريحه دي بس. بينما لو كنت واقف على شريحه بره، على النمنمه بتاعت الشريحه من بره عليها من هنا كده، وقلت له سيلكت اول، يبقى قصدي اول سلايدز مش اول كونتنتس اوف ذيس سلايد. فدي معلومه مهمه جدا. نرجع تاني للسيلكت، في حاجه جميله اسمها سيلكت اوبجكت. يبقى هنا مش هيبقى شايف التكست خالص، الامر ده بيأثر على مين؟ على الاشكال. فلو في شكل هندسي هو بس اللي هيتحدد. بص كده المؤشر اهي تاني كده، سيلكت اوبجكت هي الاكتف دلوقتي، هو بالنسبه له في تكست هو مش قاريه، مش شايف غير مين؟ غير الاوبجكت. طيب تمام. سيلكشن بين يعني ظهر لي الاطار بتاع التحديد، وده بقى هيعمل حاجه جديده في منتهى الاهميه. بيقول لي انا لقيت في الشرائح بتاعتك، الشريحه اللي قدامك دي، في تايتل، في بليس هولدر، بليس هولدر تاني اللي هم الاشكال ديت الايكون والايكونه الثانيه، في الجرافيك اللي هو سمارت ارت، وفي الكيوب اللي هو المكعب. دي الاشكال الرسوميه. يبقى تاني كده سيلكت سيلكشن بين بيظهر لي بين، يقول لي في العناصر اللي جوه الشريحه البليس هولدرز بتاعتها والرسوميات. طب ده يفيدني في ايه؟ فيدني في حاجات كتير قوي، ان ممكن اجي على عنصر هلاقي رمز زي العين كده ظاهر، اقول والله هعمل بس تصغير للرؤيه شويه يوضح اللي قصدي عليه يعني. هدوس على رمز العين اللي عند التايتل، التايتل ده شطبت، يبقى معناها ان التايتل بقى هيدن، التايتل كده اختفى. هل هو تم الغائه؟ لا، هو اختفى يعني اثناء العرض مش هيظهر. طب لو انا عملت امر طباعه، باب العلم بشيء فايل برنت كده، مش هيظهر معايا في الطباعه برضه، كانه مش موجود. لكن ايه اللي حصل؟ هو موجود بالفعل، انا عايز اخفيه من الطباعه واخفيه من العرض، عايز اظهره تاني اكلم حد. طب ده يفيدني في ايه؟ ممكن يعمل حاجه زي العصف الذهني كده، يعني انا لو بقدم برزنتيشن قدام الجمهور ممكن اخلي مثلا العنوان الشكل هو اللي ظاهر، ومش ظاهر النص اللي يمثله، يعني ده مكعب، صوره المكعب اهي، وانا كنت كاتب كلمه كيو فخفيت كلمه كيو، واقول للطلبه بتوعي مثلا ايه ده؟ وات از ذس؟ واستنى ارائهم وردودهم لغايه ما خلاص اكتفيت، ابدا اروح مكلك على الرمز اللي يظهر الاخفاء بتاعه، فيظهر قدامهم الاجابه الصح. الشكل ده عباره عن كذا. العكس ممكن اسيب التايتل ظاهر واخفي الشكل، واقول لهم مثلا دي كيوب شكله عامل ازاي الكيوب ده، واسيبهم يتكلموا ويوصفوا، يقولوا ده مدور، ده مستطيل، ده مربع، خلاص خلصوا التصور واروح انا ظاهر العنصر قدامهم. تمام. برضه نفس الكلام في الايكونز اهي، بس هبقى فيها زي ما عايز. ممكن اغير طبعا الترتيب، ترتيب الادراج، مين تم ادراجه قبل الاخر. طب وده يفرق في ايه؟ يفرق في حاجه مهمه جدا في الانيميشن. لما اجي اعمل انيميشن ومؤثرات حركيه، مين هيتحرك الاول؟ الترتيب بالنسبه له هيبص هنا على التايتل ثم التيوب ثم ترتيب الادراج يعني. وليها اسباب اخرى كتير يمكن خاصه بالبرمجه يعني. هايد اول يبقى كان شبه كانها بلانك، بس هي فيها عناصر. ممكن اتناقش مع الطلبه بتوعي او بعد ما اخلص مناقشه اظهر لهم الكلام اللي انا كنت بتكلم عنه، شو اول وهكذا. ده العنصر اللي جبته من سيلكت اللي اسمه سيلكشن بين. برضه طبعا احنا لسه قايلين ديزاين ايديا، دي عباره عن ايه؟ دي بتاخد التايتل والصور والعناصر الرسوميه اللي في الشرايح وتبدا تقترح عليك ترتيبهم يبقى عامل ازاي؟ اللي او بتاعهم عامل ازاي؟ عشان يطلع لك شكل جمالي. اخر جزء هنا موجود عندي في هوم، الجروب اللي اسمه فويس. فويس يعني استخدام الصوت. انا عندي هنا في اداه اسمها املاء صوتي اللي هي ديكتيت، بفتحها من راس السهم وبختار اللغه اللي عايز اتكلم بيها. يعني انا دلوقتي هتكلم باللغه الانجليزيه باللهجه الامريكيه، والله انا عايز مدرس لغه فرنسيه، او انا شخص بتكلم باللغه الفرنسيه وعايز اعمل برزنتيشن بالفرنساوي، فاختار فرنش، الماني، ايطالي، وهكذا. ده يوفر كتير جدا، ان انا مثلا كنت عايز اكتب بلغه دول كنت لازم ادور على ستيكر بتاع اللغه دي والزقها على الكيبورد بتاعتي. طبعا ده مش عملي، خاصه للناس اللي ممكن تكون مثلا بتستخدم اكتر من لغه وعايز تحطها في البرزنتيشن. الاسهل ليه يستخدم الاملاء الصوتي. كمان الاملاء الصوتي يفيد للمعوقين او الناس اللي عندها اصابه مثلا في ايديها صوابعها، او مثلا لو انا عايز ابقى اسرع شويه، خلاص انا مثلا مشغول بحاجه ثانيه وبتكلم وهو يكتب اللي انا عايزه.
هقول له هنا انا عايز استخدم اداه فويس بعد ما اخترت من راس السهم اللغه اللي انا شايفها مناسبه، اختار ديكتيت. طبعا الاملاء الصوتي لازم يلاقي مكان يكتب فيه الاول، يعني لازم يكون فيه مكان تكست بوكس مثلا زي كده، انتر، وابدا اتكلم دلوقتي. اقول مثلا let us try to write again. شوف كده، طبعا هو في خطأ، يعني ممكن يكون المايك بقى ده عيب مايك بالنسبة لي انا، عامل ستوب طبعا لان عمال ياخد صوت دلوقتي اللي بتكلم بالعربي، فبيحاول يقرب الكلام يعني. مرة تاني كده، هي الفكرة بس ان يكون المايك جودته مقبولة يعني. I will do my best. طيب ينفع تاني هنا كده اختار فرنش، نفترض عايز اقول ايه كلمه باللغه الفرنسيه، واكلم مثلا لازم برضه في مكان يستقبل نص يعني بليس هولدر، بعد ما اختار من راس سهم اللغه اختار من النص الفوقاني يبدا يسجل، واقول مثلا كي لي لا دات دو جور دوي. يعني ستوب كتب اهو عباره باللغه الفرنسيه وراعى الابوستروف، الدنيا زي الفل اهو. مثلا سي تان بوسيبل. انا كده قدرت فعلا اكتب بلغه مش موجوده عندي في الكيبورد خالص الحروف بتاعتها، وبطريقه سريعه جدا يعني. ده كده ملخص سريع جدا للتبويب هوم بكل ادواته. طبعا في ادوات بتظهر مع العناصر زي ما اتفقنا، السمارت ارت والبيكتشر والايكون اللي هي التنسيق بتاعها انا لمحت ليها، لكن هتتقال في شرح مستقل تماما. شكرا لحضراتكم.